بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم من جديد. وصلنا إلى موضوع الدبليشن تايب موسفيت بعد أن أكملنا موضوع التحليل دوائر الجيفت. طبعا دوائر الدبليشن تايب موسفيت ما تختلف أبد عن تحليل الجيفت، فقط أنه راح تكون عندك كميات يعني بسيطة بالفي جي اس بالاتجاه الموجب. أوضحها على الشكل أفضل. لاحظ هنا يعني احنا سبق وان بالجيفت قلنا انه نتوقف للفي جي اس تساوي صفر ونتجنب الفي جي اس الموجب لانه تتلف الموسفت او الفت العفو. هنا بالموسفت الموسفت يتحمل فولتيات موجبة، يعني يتحمل تيارات اعلى من الجيفت، بالتالي اقدر اعطيك فد شيء بسيط بالاتجاه الموجب بالنسبة للفي جي اس. فالترانسفير كيرف راح يمتد الى كمية موجبة بسيطة، لكن يجب الحذر من انه عدم تسليط فولتية موجبة عالية على بين الجيت والسورس، لان هذا مثل ما تلاحظون شوف التيار هنا دا يزيد بشكل يعني سريع جدا كل ما زادت الفولتية بالاتجاه الموجب. فالفولتية موجب اعلى ممكن تؤدي الى تلف هذا الموسفت بسبب التيار العالي. فبداية راح ناخذ المثال 7-6 اللي هي دائرة عبارة عن دائرة Voltage Divider Configuration. سبق وان شرحت لكم انه بالVoltage Divider بكل انواع الفت مباشرة نتجه لطريقة الابروكسيميت مثل ما اخذناها بالبي جي تي بدون اي يعني بدون ما تشيك انه هل من الممكن ان نحل اكزاكت او ابروكسيميت. ليش؟ لانه التيار اي جي يساوي صفر دائما، فبالتالي الار 1 والار 2 مربوطات على التوالي، ما معناها انه الفي جي الفولتية بالنقطة جي راح اقدر اطلعها بكل سهولة. فاول نقطة لحل هكذا دائرة هي انه نطلع قيمة الفي جي. طبعا قبلها انت تكون لازم رسمت الترانسفير كيرف ومن ثم نطلع قيمة الفي جي، وبعد ان طلعت الفي جي تقدر تاخذ معادلة او لوب منها، ففي جي ناقصا في جي اس ناقصا اي دي ار اس يساوي صفر. طلعت عندك هاي المعادلة اللي هي منها راح اطلع او ارسم اللود لاين، ومن ثم ما معناه انه رسمت اللود لاين ورسمت الترانسفير كيرف فنقطة التقاطع بينهم راح تنطيني انه هاي الدائرة تنطيني كيو بوينت مال الدائرة، وبالتالي راح اعرف الاي دي كيو واعرف الفي جي اس كيو. فطريقة رسم الترانسفير كيرف سبق وان شرحناه، المفروض انت طبقتها باكثر من مرة رسمتها. فقلنا معادلة بالدبليشن تايب موسفت لا زالت الشوك ليكويجن شغالة، فاكتب الشوك ليكويجن واسوي هاي طريقة الجدول، يعني افرض قيم للفي جي اس من الصفر الى الفي بي، وبعض الاحيان لا ننطيها قيمة موجبة بالدبليشن تايب موسفت. مثل ما تلاحظون هنا جد الفولتية ماخذها زائد 1 فولت، وليس يعني ماخذ هنا الرينج من ناقص 3 اللي هي الفي بي، ناقص 2، ناقص 1، ونوم ماخذ الصفر، ومن ثم ماخذ الواحد فولت. شوف التيار زيادته صفر لما الفي بي الفي جي اس تساوي الفي بي، والنوب بالناقص 2 67% ملي امبير طبعا، وبالناقص 1 62، وبالصفر راح يصير 6 ملي امبير، بالواحد راح يصير 10 و67. جرب مثلا طبق 2 شوف التيار ايش قد راح يزيد، راح تكون قيمته جدا عالية. فلذلك قلنا نتجنب تسليط فولتيات موجبة عالية بين الجيت والسورس. الفي جي اس يعني يجب ان تكون قيمة بسيطة بالدبليشن تايب موسفت، ومن ثم نطلع قيمة الفي جي. طب من خلال هذا الجدول رسمنا الترانسفير كيرف، هسه حتى ارسم اللود لاين اطلع الفي جي. فالفي جي هو الفولتية الكلية في المقاومة اللي أريد الفولتية عليها اللي هي 10 ميجا. هاي شوف المقاومة 10 ميجا على مجموع المقاومتين اللي هنا 10 زائد 110 ميجا، تطلع الفولتية 1.5 فولت. أكتب المعادلة اللي هي مثل ما قلت لكم هنا، هاي المعادلة في جي ناقص في جي اس ناقص اي دي ار اس يساوي صفر. فمنها اطلع انه الفي جي اس تساوي لفي جي ناقصا اي دي ار اس.
مرة بالمعادلة الأخيرة، مرة عوض الـ ID يساوي صفر فالفي جي اس راح تساوي لك الـ VG، مرة عوض الـ VG اس تساوي صفر راح يطلع الـ ID يساوي لك VG إلى RS. طلع الذن النقطتين، هاي النقطة الأولى في جي اس تساوي صفر، العفو الـ ID يساوي صفر والفي جي اس تساوي VG، والنقطة الثانية الـ VG اس تساوي صفر والـ ID يساوي لك 2 ملي أمبير مثل ما تشوف هنا طلعناه. فتوصل بين ذن النقطتين وتمد هذا الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم راح يقطع لي الترانسفير كيرف بنقطة، هاي النقطة هي الكيو بوينت، منها اطلع الاي دي كيو اللي هو يطلع 3.1 ملي امبير، واطلع الفي جي اس كيو اللي هي ناقص 8.10 فولت. ومن ثم اذا عرفت الكيو بوينت تقدر تكمل حل الدائرة، الـ VDS تساوي لك VD ناقصا ID مضروب بمجموع المقامتين RD و RS ويطلع 10.1 بالعشرة فولت. هسه راح نعيد نفس المثال السابق لكن بتغيير الـ RS، الـ RS هنا راح تكون 150 أوم، الـ RS 150 أوم. الترانسفير كيرف طبعا نفسه، لأنه الترانسفير كيرف يعتمد على الـ VP ويعتمد على الـ IDSS، فهنا ما غيرتهن لكن الـ RS اللي غيرتها، معناها اللود لاين هو اللي راح يتغير شكله. هسه تشوف the plot points are the same مثل ما قلت لكم، يعني قصدي حتى ترسم transfer curve نفس الـ point، نفس النقاط اللي طلعتها بالمثال السابق تقدر تستخدمها. لكن ذن المعادلتين لما نطبق الـ ID يساوي صفر والـ VGS تساوي صفر، هاي اللي راح يختلفن هنا. ليش؟ لأنه الـ RS هي اللي اختلفت بالضبط. اللي يختلف هو شنو؟ فقط الـ ID، بحالة لأن الـ ID هو اللي يعتمد على الـ RS. فهناك إذا تلاحظ الـ ID يعني الـ VG، الـ ID يساوي لك VG إلى RS 2 ملي أمبير، هنا راح يصير جد 10 ملي أمبير. هذا راح تلاحظه هنا واضح جدا بهذا الرسم، يعني النقطة الأولى اللي طلعتها هي هاي الـ VGS تساوي لك VG. النقطة الثانية شلون نطلعها من هاي المعادلة؟ نسوي الـ VGS تساوي صفر بهاي المعادلة، نخلي الـ VGS تساوي صفر، فاش راح يصير عندك؟ الـ ID يساوي لك VG إلى RS، بما أنه الـ RS صارت قيمته 150 أوم، فهنا الـ VG إلى 100 يعني الـ 1.5 فولت إلى 150 راح تطلع 10 ملي أمبير، فالـ 10 ملي أمبير هي هاي النقطة الثانية. فهنا اللي صار أنه شنو؟ الـ Q Point تحركت من هالموقع هذا بالمثال السابق، خلي نطلعه، شوف من هالموقع هذا هاي الكيو بوينت وين صارت؟ راح تصير هنا، لأنه هاي العشرة من الأمبير هنا، فالكيو بوينت هنا راح تصير. شوف الكيو بوينت هاي هنا راح تصير. شن اللي راح يصير؟ أنه الـ IDQ راح يصير 7.6 من الأمبير، والـ VGSQ راح تصير موجب 35% فولت. أتمنى يكون الشرح واضح لحد الآن. إذا طلعت الـ Q Point تقدر تستمر بحل السؤال، فقط طلع الـ VDS من نفس المعادلة VDD ناقصا ID مضروبة بمجموع المقامتين RD RS تطلع 3.18% فولت، بالمقابل كانت جد كانت 10.1 فولت. عندنا المثال 7-8، هو عبارة عن دائرة MOSFET self bias circuit. Determine the following for the network of figure 7.33. هذا الفيجر الواضح امامكم، يريد الـ IDQ والـ VGSQ ثم يريد الـ VD. طبعا بداية الـ IDQ والـ VGSQ لازم تطلعهن من الـ Q point، وانا افضل لكم طريقة الرسم، بالامكان استخدام الطريقة الرياضية لكن تشتبهون يعني بنسبة كبيرة جدا ممكن تشتبه بها، طريقة الرسم اسهل بالنسبة لكم. تبقى الطريقة الرياضية أيضا مطلوبة من عندنا لكن طريقة الرسم أفضل. فهاي الدائرة حتى نرسم الترانسفير كيرف لازم أعرف الـ IDSS اللي هو 8 ملي أمبير والـ VP اللي هي ناقص 8. فترسم الجدول، تكتب الجدول مالتك وحسب معادلة الشوك الكويجين. ليه الشوك الكويجين؟ لأن لازلنا وين؟ بالدبليشن تايب موسفيت. لما اعبر للانهانسمنت تايب موسفيت لا، لازم استخدم المعادله الخاصه بذاك النوع من الموسفيت. فهسه راح ارسم الترانسفير كيرف ومن ثم اطلع المعادله اللي هي هنا الدائره بين الجيت والسورس.
فبهاي المعادله خلينا نكتبها سويه، شنو المعادله؟ هاي المقاومه راح افرضها ما موجوده، لانه التيار المار بيها صفر، فهبوط الجهد اللي عليها صفر، فاقول ناقص في جي اس ناقصا اي دي ار اس يساوي صفر، فقط هي هاي المعادله. هاي سيلف ماس كونفيجريشن ريزلت ان في جي اس اللي هي نفسها هاي المعادله اللي مطلعيها منا احنا. خلي اكتب لكم اياها كتابه افضل تترسخ ببالكم. يعني هاي المعادله لوب هالاتجاه هذا، مثل ما قلت لكم هاي المقاومه ما راح يكون لها تاثير لانه التيار المار بيها صفر، فناقصا اي جي ار جي ناقصا في جي اس ناقصا اي جي ار جي ناقص في جي اس وناقص اي دي ار اس. ليش مو اي اس ار اس؟ مثل ما قلت لكم لانه دائما الاي دي يساوي الاي اس نفس التيار، ناقصا اي دي ار اس يساوي صفر. زين، اول خطوة انه هذا الطرف راح الغي، ليش؟ لانه التيار اي جي يساوي صفر، فهذا راح يكون صفر، فالمعادلة اللي راح تبقى فقط هي ناقص اي جي ناقص في جي اس ناقصا اي دي ار اس يساوي صفر، او تقدر تكتبها بهالصورة في جي اس تساوي شنو؟ تساوي لي ناقص اي دي ار اس. هسه هاي المعادله انا راسم الترانسفير كيرف باستخدام الاي دي اس اس باستخدام الفي بي، اجيت ارسم اللود لاين، النقطه الاولى هذا الترانسفير كيرف مالتي هنا، هذا الترانسفير كيرف بالصوره هاي راسمه. زين، النقطه الاولى شو وقت الفي جي اس تصير عندك صفر؟ لما الاي دي يساوي صفر، فالنقطه الاولى هي نقطه الاصل. والنقطة الثانية على سبيل المثال راح اخذ الاي دي يساوي للاي دي اس اس اللي هو يساوي 8، فالنقطة هنا راح تصير تقريبا. النقطة الثانية هنا راح تصير، اوصل بين ذن النقطتين بخط مستقيم، راح اطلع الكيو بوينت. هاي الكيو بوينت راح تنطيني شنو؟ تنطيني قيمة الفي جي اس كيو، ومن ثم تنطيني قيمة الاي دي كيو. تنطيني قيمة الاي دي كيو. هذا الرسم عندك واضح هنا جدا، ومن ثم تكمل حل الدائرة. هذا المثال 7-9، الفي دي هو المطلوب منك يطلع 9.46%. طبعا بداية نطلع الاي دي كيو مثل ما قلنا بطريقة الرسم، والفي جي اس كيو، وتطبق بالمعادلة اللي هي الفي دي يساوي انك الفي دي دي ناقصا الاي دي ار دي، وتطلع قيمته 9.46% فولت. المثال 9-7 يريد الفي دي اس بالدائرة بالشكل 7-35 الواضح أمامكم. هاي الدائرة مثل ما شرحناها قبل شوية هي دائرة السبيشال كيس، الحالة الخاصة. ليش حالة خاصة؟ لأنه الفي جي اس تساوي الفي جي اس كيو تساوي صفر، لأنه تلاحظ أنه الجيت مربوط مباشرة لوين؟ للسورس، ومقاومة ار اس ما موجودة، فالفي جي اس تساوي صفر، هذا كونستانت ثابتة عندك، اللي هي مثل ما قلت لكم هي هاي الحالة الخاصة. والاي دي كيو يساوي لك الاي دي اس اس، لان مجرد انه تطبق الفي جي اس بالشوك اكويجن راح يطلع عندك الاي دي كيو يساوي لك الفي دي اس اس، يطلع 10 ملي امبير. ومن ثم تجي تحسب الفي دي تساوي لك في دي دي ناقصا اي دي ار دي، ويطلع قيمتها 20-15 فولت، اللي هو الاي دي في الار دي تطلع 5 فولت. وصلنا الى موضوع الانهانسمنت تايب موسفيت. هنا راح ننسى الشوك اكويجن ونبدي نشتغل بالمعادله الخاصه بهذا النوع من الموسفيت، اللي هي هاي المعادله اللي امامكم. هاي المعادله اي دي يساوي لك كي في الفي جي اس ناقصا الفي جي اس ثريشولد. يعني بعض الاحيان هاي الفي جي اس ثريشولد يرمزوا لها بالرمز في تي، وهو المفضل للسهوله.
طبعا نحسب عادة بالداتا شيت مال الانهانسمنت تايب موسفيت، يا يعني اما يعطيك الكي جاهزة او يعطيك الفي جي اس اون ويعطيك الاي دي اون، يعني هذين النقطتين يعني اختاروهن مختبريا بحيث هاي النقطتين يعني يعطيك اي دي معين عند في جي اس معينة مقاسة مختبريا لكل ترانزستور، يعني بالمختبر يشغل هذا الموسفيت في ليفلز معينه، يقيس الفولتيه بين الجيت والسورس في جي اس بحيث يكون اكو تيار اي دي، فيقيس الفي جي اس ويقيس الاي دي ويزود المستهلك بهن بالداتا شيت مال الموسفيت، او بعض الاحيان تلقى الكي جاهزه، هاي يعني حتى ذن الفي جي اس اون والاي دي اون حتى تطلع قيمه الكي، لكن بعض الاحيان بالداتا شيت او حتى بالاسئله راح تلقى الكي جاهزه. فالكي هذا قانونها يساوي لك الاي دي اون، من نفس هي هاي المعادله، من نفس المعادله تطلع قيمه الكي اللي هي الاي دي اون على بين قوسين في جي اس اون ناقصا في ثريشولد الكل تربيع. سبق وان شفنا الترانسفير كيرف مال الانهانسمنت تايب موسفيت وقلنا هو ما يميز هذا النوع من الموسفيت هو انه التيار يبقى صفر صفر الى ان اوصل للثريشولد، الثريشولد هي العتبه معناها اللي هي منها راح يبدي يزيد قيمه التيار، فهاي المعادله المعادله الرئيسيه للانهانسمنت تايب موسفيت لا تصلح الا ما بعد في جي اس، يعني قصد لما توصل للفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد، فهاي المعادله يعني التيار يساوي صفر الى ان يصير عندك الفي جي اس اكبر من الثريشولد فولتج، راح تبدي تشتغل هاي المعادله وتصير عندك قيمه للتيار اي دي، فهنا راح يبقى التيار صفر الى ان وصل للثريشولد فولتج، هنا راح يبدي قيمه التيار راح تزيد، فهنا حتى ارسم هذا الكيرف هي نقطه الانطلاق عندي للثريشولد فولتج، قبلها انا رسمت هذا الخط تيار يساوي صفر، هنا راح اخذ مثلا نقطه هنا يعني افرض في جي اس واطلع الاي دي، اخذ نقطه هنا على سبيل المثال، اخذ نقطه هنا، اخذ نقطه هنا مثل ما ماخذ الاي دي اون، اخذ نقطه هنا على سبيل المثال، اخذ نقطه هنا، راح تلاحظ يعني بهالصوره هاي راح يصير عندك نقاط تشكل لك هذا الكيرف، الرسم الدقيق هو اللي ينطيك النتائج الدقيقه. من رسمت الكيرف انه من المعادله بين الجيت والسورس ايضا راح نطلع اللود لاين، اللي اللود لاين اللي يقطع لي هذا الترانسفير كيرف بنقطه، هاي النقطه هي تمثل الكيو بوينت اللي تنطيني الفي جي اس كيو وتنطيني الاي دي كيو. هاي عندنا مثال هاي الدائرة اللي هي عبارة عن فيدباك بايزنج أو مثل ما سميناها بالبي جي تي كولكتر فيدباك، فهي عبارة عن فيدباك، ليش فيدباك؟ لأنه عندك مقاومة هي هاي الار جي بين الدرين وبين الجيت، فهاي الدائرة بالإمكان أن ترسمها بهالصورة هاي، ليش؟ أنه المتسعات تعتبر أوبن سيركت بالدي سي، وهاي ليش هاي المقاومة ليش لغينا تأثيرها؟ لأنه التيار المار بيها شو يساوي؟ يساوي صفر. ليش التيار يساوي صفر؟ اذا تتذكرون بالتركيب بالشكل المكافئ للموسفيت كان عندي طبقه عازله من الاس اي او 2 بين من بين الجيت وبين السورس، وهنا أنا ايضا حتى بالرسم موضحه اكو طبقه تعزل، اكو طبقه عازله بين الجيت وبين باقي اجزاء الموسفيت، لذلك التيار هنا شو يكون صفر، ويعني سبق وان شرحناها شنو نظريه عمل هذا النوع من انواع الموسفيتس، يعني يعتمد بضخ الهولز او ضخ الالكترونات على الجيت، وهذا يؤدي الى تحول هذا الموسفيت الى حاله الاون. اتمنى ما تنسوا نظريه العمل جدا مهمه حتى تفهم دائره الموسفيت. فهنا التيار اللي راح يكون مثل ما قلنا الاي جي يساوي صفر، فبالتالي ما عندي هبوط جهد فاقدر الغيها هاي المقاومه. ال V D يساوي ال V G، شلون؟ خلينا نجي للشكل، شوف الفولتية هنا على النقطة D، هاي ال V D فولتية الدرين اللي هي بين الدرين والجراوند، هي نفس فولتية الجيت للجراوند، ليش؟ لأنه بيناتهم شنو؟ شورت سيركت، فهاي النقطة الأولى
زين الفي دي اس شو تساوي؟ الفي دي اس تساوي الفي دي ناقص الفي اس، والفي جي اس ايضا تساوي في جي ناقص الفي اس. يعني هي نفس هاي المعادله، اقدر هنا اخلي ناقص في اس، صارت هاي صارت في جي اس، وهي نفسها هنا اخلي ناقص في اس، يعني طرحت في اس من الطرفين زائد في دي، فهاي صارت في دي اس وهاي صارت في جي اس. اذا الفي طبعا هاي الدائره، هاي الدائره فقط هذا الكلام، في دي اس تساوي لك الفي جي اس. فور ذا اوتبوت سيركت من جهه الاوتبوت تاخذ ايضا لوب، راح تشوف انه اللوب مباشره تقدر تطلعه منه، في دي دي ناقصا اي دي ار دي ناقصا في دي اس يساوي صفر. فتقدر تقول انه الفي دي اس تساوي الفي دي دي ناقصا اي دي ار دي، والفي دي اس بما انه هي تساوي الفي جي اس، اذا الفي جي اس تساوي في دي دي ناقصا اي دي ار دي. هسه هاي العلاقه بين من؟ بين الاي دي وبين الفي جي اس. بهاي المعادله ايش راح اسوي؟ راح مره افرض الاي دي يساوي صفر، راح تشوف انه الفي جي اس تساوي لك في دي دي. مره لا افرض الفي جي اس تساوي صفر، راح تشوف انه الاي دي يساوي لك في دي دي الى ار دي. هسه من ذني النقطتين ايش راح نرسم؟ نرسم اللود لاين، نرسم اللود لاين. واحنا اصلا رسمنا الترانسفير كيرف مو باستخدام الشوك الكويجن، لان هذا انهانسمنت تايب موسفيت، باستخدام المعادله الخاصه بالانهانسمنت تايب موسفيت اللي المفروض حافظيها احنا، اللي هي هاي امامكم معادله الكي. زين من طلعت هذين النقطتين ورسمت وراسم الترانسفير كيرف ورسمت اللود لاين، حصلت الكيو بوينت. فهاي الكيو بوينت هي اللي راح تعرف لي الفي جي اس كيو، تعرف لي الاي دي كيو للدائره. مثال 17 نفس الدائره بالارقام هنا. هنا الكي منطيك منطيك الفي جي اس اون ومنطيك الاي دي اون، تقدر تطلع منهم الكي. طبعا وحده الكي امبير على فولت امبير، ما أأكد لكم مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة، الوحدات جدا ضرورية، الوحدات جدا ضرورية من تبدي بحل الأسئلة. فهنا أنا ماخذ الفي جي اس 6، نطلع الكي، الفي جي اس 6 وتعوضها بالمعادلة تطلع الاي دي. طبعا عدة نقاط تقدر تسويها بطريقة جدول أو بهالطريقة، هاي كيفك أنت. وماخذ الفي جي اس 10 وتطلع، أنا اللي أفضله هو بهالصورة هاي، تاخذ اول نقطة تاخذها انه ال VGS تساوي لك هاي ال VGS، تاخذها V threshold، ومن ال V threshold شو تقول؟ انه هذا التيار بعد صفر، ال ID صفر، هو يبدي شوي اكبر من صفر، يبدي يعني نقطة الانطلاق هي هاي. مثلا هاي هنا V threshold زائد 1 فولت، يعني على سبيل المثال اذا هاي الفي ثريشولد 4 فهنا انا 5، وانه بتاخذ 6 7 8 توصل الى حد معين بحيث تشوف الترانسفير كيرف مالتك الرسم بصوره صحيحه. هاي الطريقه لك طريقه الجدول افضل حتى تبدي تشتغل صحيح. فهنا انا نشوف الفي جي اس 6 الاي دي 2 و16، الفي جي اس 10 الاي دي يطلع 11 و76. تقدر ترسم هذا الكيرف. هنا انا الثريشولد فولتج هي 3 فولت، فتقدر تاخذ ال 4 5 6 7 8 9 10 ذن النقاط على شكل جدول تسويهن وتطلعهن. اذا ثبتت ذن النقاط بصوره صحيحه الكيرف 100% راح يطلع عندك صحيح، راح ينطيك نتيجه صحيحه. هنا رسمنا اللود لاين نقطتين، النقطه الاولى هاي الفي جي اس تساوي لك الفي دي دي، والنقطه الثانيه الفي دي دي الى ار دي يساوي لك الاي دي. طلعنا الكيو بوينت. الفولتج ديفايدر بايزنج راح ناخذه، طبعا الاي جي يساوي صفر نعرف احنا هذا الشيء، الفي جي تساوي لك ار 2 المقاومه اللي تريد الفولت عليها ار 2 في الفي دي دي على ار 1 زائد ار 2، ومن ثم تطبق الكيرشوف فولتج لو هنا بهذا اللوب هنا تاخذه،
ففي جي ناقص في جي اس ناقص في ار اس يساوي صفر، ومنها تطلع الفي جي اي تساوي لك الفي جي ناقص اي دي ار اس. بهاي من هاي المعادلة راح تقدر ترسم اللود لاين. ومن ثم من الاوتبوت، لاحظ من الاوتبوت، فهو في دي دي ناقصا اي دي ار اس ناقصا في دي اس ناقصا اي دي ار اس يساوي صفر، اللي هي هاي نفس المعادلة في ار اس زائد في دي اس زائد في ار دي ناقص في دي دي يساوي صفر. هالمعادلة كاتبها من الاسفل للاعلى، نفس المعادلة اللي حكيناها لكن مضروبة بسالب واحد. توصلك المعادلتين توصلك لنفس النتيجة، انه الفي دي اس تساوي في دي دي ناقصا اي دي مضروب بمجموع المقامتين ار اس و ار دي. المثال 17 منطيك يريد الاي دي كيو الفي جي اس كيو الفي دي اس، منطيك الفي جي اس ثريشولد، منطيك الاي دي اون، منطيك الفي جي اس اون. نفس الاسلوب، راح بدايه نرسم الترانسفير كيرف ونطلع الفي جي، ومن ثم نطلع المعادله هاي العلاقه الفي جي اس بالاي دي. بهاي من هاي المعادله مره تعوض الاي دي يساوي صفر طلع الفي جي اس، ومره تعوض الفي جي اس تساوي صفر وطلع الاي دي. تقدر اذا كملت هاي الخطوات اللي بالبدايه ترسم وراسم الترانسفير كيرف، ترسم اللاين وتطلع الكيو بوينت، وبالتالي طلعنا قيمه الفي جي اس كيو وقيمه الاي دي كيو. ومن ثم تقدر تطلع الفي دي اس اللي هي من هاي قانون في دي دي ناقصا اي دي مضروب بمجموع المقامتين ار اس وار دي، تطلع عندك 14.4 فولت. راح اتوقف بهذا الفيديو لهذا السلايد، التقيكم قريبا.